قال الذئب معاتبا للكلب: يا ابن العم، كيف وجدت بني البشر؟ أجابه الكلب: عندما يحتقرون إنسانا منهم يصفونه بالكلب. فرد عليه الذئب: هل أكلت أبناءهم؟ قال له: لا. قال الذئب: هل غدرت بهم؟ قال الكلب: لا. فقال له الذئب: هل حرستهم من هجماتي عليهم؟ فرد الكلب: نعم. فقال الذئب: وماذا يسمون الشجاع الفطن؟ فرد عليه الكلب: يسمونه ذئبا مدحا به. فقال الذئب: ألم ننصحك من البداية بأن تبقى ذئبا معنا؟ فأنا فتكت بأطفالهم ومواشيهم وغدرتهم مرارا وتكرارا، وهم يصفون أبطالهم بالذئب. عليك أن تتعلم يا ابن العم بأن بنو البشر يعبدون جلادهم ويهينون من يكون وفيا لهم.